الجمال وجمال مصر بالذات عامل زي قطعة الكريستال، له أكثر من زاوية للرؤية. شفنا من شوية جمال الخير وعمل الخير وجمال المؤسسات الاجتماعية لما تشتغل بجد، ودلوقتي هنشوف جمال من نوع آخر. إن رجل وطني جدا وفنان جدا، وكان أول واحد دخل مدرسة الفنون الجميلة ورعاه الأمير يوسف كمال، زي ما مايكل أنجلو رعاه أيضا ميديتشي كان في فلورنسا. الاثنين مايكل أنجلو أهدى لإيطاليا أجمل تماثيلها الفنية، ومختار أهدى لمصر أجمل منحوتاتها الفنية. هندخل مع بعض ونشوف متحف محمود مختار، صدقوني لازم كل واحد منكم يزوره. هتستمتعوا بالفن، هتستمتعوا بالجمال، وأيضا بالوطنية. في ناس بتقول على التمثال اللي أنا واقف جنبه لسعد زغلول بيسموه صنم، وفي ناس بتقول عليه تمثال. اللي بيقول على مثل هذه الأشياء صنم تخلفت دوله، اللي بيقول على ده تمثال هو اللي تحضر وهو اللي تقدم وهو اللي بنى الدولة الحديثة. محمود مختار الفنان العبقري النحات اللي عاش 43 سنة فقط، غير فيهم تاريخ مصر وتاريخ النحت وتاريخ الفن في مصر كلها. كان يعشق سعد زغلول، وكان يعشق مصر أكثر من أي زعيم. محمود مختار اللي هنزور متحفه النهاردة هو أيقونة فن النحت. جت الخلافة العثمانية وقفت تماماً الإحساس الفني وحرمته، وحرمت النحت وحرمت الرسم، ولكن محمود مختار أعاد روح مصر الفرعونية، مزج مصر الفرعونية مع الإغريقية مع الرومانية، وكان بيشتغل كل دقيقة في حياته. كسب الجائزة الأولى في صالون باريس، كسب جوائز كتيرة جدا جدا، سافر وتعلم، وكان في كنف الأمير يوسف كمال اللي أنشأ مدرسة الفنون الجميلة اللي كان من أوائل أو أول دفعة فيها كانت بتضم على رأسها محمود مختار. تعالوا مع بعض ندخل ونشوف الفنان محمود مختار والجمال حتى لا نتآلف مع القبح، لابد أن نزور هذا المتحف. الآن نحن داخل متحف محمود مختار. هذا الفنان الذي عاش فقط 43 سنة، ولكن في هذه الفترة القصيرة وضع بصمات مهمة جدا جدا في تاريخ فن النحت المصري. هذا الفن الذي تجسد عند الفراعنة فنا عظيما، وفقد تألقه أثناء الخلافة العثمانية. جاء مختار من طين هذه الأرض، من ريف هذه الأرض، ليخرج إلينا بهذا المارد العظيم بفن النحت الذي نعاني الآن من بعض الناس الذين يطلقون عليه أصناما.
مختار كان يعيش من 1891 ل 1934 في قلق وتألق، ناس بتكتتب عشان يعمل تمثال، شعب مصري متسامح، قسيس بيصعد على منبر مسجد ينادي للناس بأن تتبرع لتمثال نهضة مصر، والعكس صحيح، شيخ في كنيسة يفعل ذلك. نحن باستحضار مختار نستحضر أيضا هذا الزمن، ولقاؤنا في داخل المتحف مع مدير المتحف ومدير مركز مختار الثقافي الفنان طارق الكومي. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور فندم. حضرتك موافق ان احنا بنستحضر زمن، بنستحضر زمن الفن، بنستحضر زمن التسامح، بنستحضر زمن جميل كان فيه مختار. اكيد 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 طبعا بحلقات بتتعمل خصيصا لبعث الروح مره ثانيه لفن النحت المصري والتذوق عند المشاهدين او المتلقي المصري، ده في حد ذاته فايده كتيره جدا للمجتمع. أيوة. واضافه والارتقاء بالذوق العام، ولان الذوق العام تعرض فترات طويله للافساد، هجمات تتاريه، هجمات تتاريه صحيح على جميع المستويات. سواء آه. في النحت او المزيكا او المسرح او السينما. أيوة. فبحلقاتك انا شايف انها حاجه مهمه جدا جدا، عامله توازن. انا متابع من اول حلقات ابتدت تقدم النموذج ده، عملت توازن، لان نحاول ان احنا نعمل قراءه للفن والجمال. الحقيقه يعني يمكن انا ملاحظه، حضرتك نحات اساسا بالاساس، و اصريت على ان احنا نبدا من هنا، من هذا التمثال. ليه ده البداية؟ أو ما هي أهمية تمثال حاملة الجرح؟ لأنه بيعبر عن فترة زمنية. كان في الفترة دي مصر تقريباً الريف المصري كله كان مية النيل غير ملوثة. أيوة. كانوا بيشربوا منها بشكل مباشر، وتقريباً ممكن تكون أنظف من مياه المواسير. والخزانات اللي ممكن يبقى فيها يعني بكتيريا وفطريات. معظم عمارات مصر كلها فوق خزانات تقريبا، يعني هي بتقوم سبب كبير قوي لامراض كتيره. ايوه. ودي نقطه يعني المفروض توصحها اول الكلام فيها. فهو كان رمز للفلاحه المصريه. ايوه. رمز الجمال والرشاقه والقوه والاراده. ايوه. لان الفلاحه المصريه كان معروف يومها انها بتبتدي من بعد الفجر. كانت بتقوم بعملية طهي الطعام للإفطار الزوج والأولاد للذهاب للحقل، كذلك كمان كانت بتقوم بعملية الحليب وحلب الأبقار والجواميس والحاجات دي. فكان باستمرار عندها طاقة متجددة وفي نفس الوقت طاقة غير مبددة طول اليوم بتستهلكها في إنماء المجتمع، فبالتالي كمان من الناحية الصحية والبدنية كان ده كمان مفيد ليها، ان ما كانش بيبقى فيه شحوم ودهون وإلى آخره. يعني الرشاقة، فالرشاقة بالفعل كانت موجودة المرأة المصرية في الفترة دي، لان ما كانتش بتقعد فترات طويلة. الاكل اللي هو التكاوي الحاجات دي كلها، فهي دي كانت سمة المرأة المصرية في مصر كلها. يعني مختار لم يجمل من عنده ولكنه اخذ الواقع، لان الواقع حاليا في الريف المصري. حضرتك لما بتزور الريف المصري وبتلاقي في امراه بتشتغل تقريبا 12 ساعه بشكل دائم ومستمر، فشيء طبيعي ان يبقى فيه صحه ورشاقه وجمال. طب دي الماده ايه؟ الماده اللي معموله دي الماده حجر، الحجر اللي هو المصري. أيوة. معموله طبعا بحلول بقى بتاعت مختار، لو هنتكلم عن المعالجة الفنية. أيوة. ان هو لخص التفاصيل، ما شغلش دماغه وذهنه زي الفنان الاغريكي والروماني باللي هي الحاجات اللي على السطح زي دراسة القماش والتشريح والعضلات. أيوة. ان دي حاجات بالنسبة لمختار هي حاجات بتعمل ابهار وقتي، انما ما فيهاش طاقة داخلية. فهو كان علشان يوجد طاقة، يعني دي السمة العامة لاعمال مختار. طاقة كامنة داخل الكتلة او داخل العمل الفني، كان بيختزل التفاصيل من على السطح، ودي عبقرية مختار وتفرده، لأن مختار اتحط
او اتعلم على ايد اساتذه من فرنسا وايطاليا. أيوة. في 1907 في اول مدرسه للفنون الجميله اللي عملها الامير يوسف كمال. تخيل حضرتك لما يبقى واحد بيدرس له ناس بثقافه اوروبيه وبعد ما بيخلص مباشره الاستاذ اللي كان بيدرس له بيوصي بانه بعثه لفرنسا وبالفعل بيسافر على حساب برضه الامير يوسف كمال ويبقى موجود لمده 10 سنوات في مناخ كله بيحاول انه يهيمن على فكره او يغير هويته وانه يحافظ على ده ويخرج لنا بانه يكون جسر تواصل بين الفن المصري القديم والفن المصري المعاصر. فدي يعني لو احنا حطينا نفسنا في السياق الزمني والمكان المختار هنلاقي ان كان عنده تفرد وعبقريه واصرار على الاصرار. طب نشوف مواد تانية بقى واحنا طالعين. يعني دي ماده الحجر، احنا داخلين على قاعه البرونز. البرونز اتفضل. القاعة دي كلها برونز. برونز وبعض الأعمال الصغيرة اللي هي باكيت، يعني في عمل أو اتنين من الجرانيت الأسود. طيب أنا في وضع مختار دلوقتي. اخترت برونز ليه؟ لده؟ واخترت حجر ليه لده؟ وهكذا. اختيار المادة. الخامة لها معطياتها. خامة الحجر لها معطياتها أو النتاج الفني من خامة الحجر بيختلف عن النتاج الفني من البرونز. طب نطبق عملي كده سريعا. اما انا برضه في نقطه البرونز بيدي تفاصيل اكتر. دي راس زنجيه. ودي كانت فعلا حد شخصيه كانت موجوده معاصره المختار وحب ان هو يعبر عن ماساه او الحاله التراجيديه اللي كان فيها الفتره اللي كان الزنوج بيستغلوا فيها كعبيد وكأجراء. فحتى هو هنا هو كان مختار عنده قدره على إيصال أو إن البورتريه يحمل التعبير الشخصية بشكل بسيط وفيه حالة البنى المعمارية للبورتريه، لأن هو أهم ما يميز النحات إن الأول يبقى الكونستراكشن الحالة البنائية للبورتريه وبعد كده يدخل بالتفاصيل. إحنا شايفين، شوف حتى الشفايف عاملة إزاي، العينين كمان والعينين. فيها التعبير بتاع الانكسار. بالظبط الانكسار. الانكسار صح، احنا لاحظنا. فهو ده مهم قوي. ودي ده بالقيس ملكه سبع. ملكه سبع. هو هنا هو يعني تخيل بالقيس ملكه سبع. ايوه. ومن خياله طبعا اوجد لها البورتريه المعمول اساسا كان في خامه الحجر، ودي نسخه تثبت على الحجر برونز. يعني حتى احنا بنلاقي التاثير ده هو تاثير خامه الحجر. احنا نلاقي الكتله نفسها كتله برونز. كتله يعني برونز بس متاخده من نص حجر هو كان عاملها. تمام. طيب نشوف اللي بعده. هنا دي مرحله كانت فيها المتسول وابنه. هنا نلاقي فيه تاثير اوروبي شويه اللي هي في البدايات. كنوع من، لان احيانا الفنان بيحب يجرب قدراته. يعني هو كان بيجرب انما عارف انه مش هيمشي في الطريق ده. لكن اختار طريق. ما هو ده اللي انا نفسي اقوله للفنانين كلهم، زي الشعراء حتى. يبدا بيقول لك انا اكتب الشعر السريالي. طب انت اساسا وبعدين عايز كنت في الشعر العمودي كويس؟ هل كنت في الشعر كذا؟ الشعر حتى التقليدي وبعدين تمرد. بالظبط. مش تبدا متمرد وانت اساسا ما عندكش الاساسيات. لا لازم هو كان دارس دراسه اكاديميه. فده بقى الاكاديميه يعني كان مختار بيقول لهم انا عارف كل حاجه عن الفن الاوروبي، اقدر اعمل عضلات، اقدر اعمل تشريح. بالظبط. تشريح زي ما انتوا عايزين، اللي هو علشان لما يعيد صياغه يبقى على اسس اكاديميه. يعني ده اللي بينجح. لما حد بيجرد على اسس اكاديميه، بيجرد الفكره او العمل، بيكون انجح طبعا وعنده درايه. حتى هنا نلاحظ ان توقيع مختار ده في البدايه، التوقيع اللي بعد كده اختلف. بعد كده ما عادش بيوقع الا بالعربي. ما كانش بيوقع التوقيع ده، في توقيع تاني هنشوفه. وده على فكرة ده تمثال فون إله الحقول. هي أسطورة إن فون بيقابل فتاة وبيحصل نوع. هو فون كان حد شخص خيالي، بني آدم بجزء حيواني المتمثل في الرجل وفي الحاجات دي. ده في حافر أو في حافر موجود. تمام. هنا بقى العمل مختار حالة فوني شوية.
نلاحظ ان هو عمل نفسه يعني مختار هنا ده بورتريه محمود مختار نفسه لو حبينا ان احنا نبص حضرتك هو مختار بالظبط ونفس تمثال نفس الاسطوره دي جسدها رودان مختار هنا خدها بروح فكاهيه وفيها حاله من الموده رودان اشهر نحات في العالم رودان طبعا نحات فرنسي خد الموضوع بشكل في فكاهه شويه او سخريه او طرفه يعني في طرفه شويه بس الحقيقه لو ده اتعمل دلوقتي بقى ده ايه اساسا احنا بنقول على التمثال صنم وده كمان اخد اسطوره اغريقيه وفيها آلهة اغريقيه يعني جمع لا هو فكره يعني انا احب اقول فكره الصنم الصنم ممكن يبقى فكره يعني احنا في اصنام كتير موجوده في حياه الناس اللي هم بيقولوا على النحت اصنام صحيح لان هو بدون ان يدري عبوديته لفكرة شخص لكتاب هو بيعبد هذا الصنم هو ده صنم الصنم صحيح. مش لازم هو المتطرف يعبد صنم ولكن الفكرة المتطرفة صنم صحيح لو هو بيموت عشانها هنا ابن البلد ده مشهور قوي قوي ده تمثال سبب شهرته ان هو عمله وهو في تانية كلية وبعدين بس دي لمحة كوميدية شوية كده بالظبط التعبير اللي هو خفيف الظل ده ووقفة ابن البلد فيها عنجهية وفيها إحساس بالذات والآخر وهو عمل طبعا بشكل كاريكاتير شوية في نفس الوقت هو كان من التماثيل اللي بالنسبة للمختار كان أول فلوس ياخدها من الفن كان من خلال التمثال ده كان من خلال تمثال ابن البلد التمثال ده عمله وهو بيدرس لسه في تانية كلية وباع منه 8 نسخ نسخة ب2 جنيه دهب يعني فوقتها طبعا 16 جنيه ده تعتبر ثروه طبعا تعتبر ثروه وكان هو نفسه مختار كان بيعتز بالتمثال احنا نشوف جوله كده سريعه برضو على دول دي ماكيتات كان مختار قبل ما بيعمل التماثيل بحجم كبير كان بيعملها بحجم صغير على اساس يتلاشى التعديل في الحجم الكبير يعني الماكيت لما بيبقى صغير الفنان بيقدر يعيد ويغير او يشيل ويضيف بتوفر عليه اللخبطه او التخبط في الحجم لان النسب الكبيره بتبقى فيها زي المعماري لما بيقعد يعمل ماكيت لمبنى او بيعمل رسومات هندسيه ولما بيعدل على الورق غير ما يعدل في الخرسانه او الحديد صحيح التمثال هنا اللي هو عروس النيل ده احنا شايفينه دلوقتي بتاع 20 سم هنشوفه جوه بتاع متر ونص الحجم الكبير دي الفكره من انه يعمل احجام صغيره على اساس لما بيجي يكبر يكون هو احنا كله برونز ولا ده برونز ده اميره من الاميرات اللي كانت موجوده في الفتره اللي هي النص الاولاني من القرن العشرين طبعا ده الزي المصري الأميرات في الحقبة الزمنية بتاعت الخمسينات التمثال الفلاحة الشقية اسمه الفلاحة الشقية كان ده مش ملاحظ ان هو شبه الفلاحة اللي بتاعت تمثال نهضة مصر شوية او مسكتها هو المعالجة بتاعت مسكة حركة الايد طبعا دي الحجاب دي في معالجة لمختار كان دايما بيعملها انه بياخد خط رأسي بينتهي بنقطة عند الصدر كذلك هنا نفس الموضوع نفس الحكاية دي بتدي احساس صار حتى تلاقي المسطح هنا مجرد سطوح هندسية يعني هو جسد الجسد بعدين بيدخل بديتيلز في اناتومي شوية زي الايد زي الحاجات دي فمن هنا كان بيجي الاحساس للمتلقي بقوة وصرحية العمل الفني مختار انا على ما اعتقد التمثال ده كان مستهويه قوي فكره ان البورتريه مع القماش يدي احساس العين دي يعني انت لو بصيت تلاقي عين اللاينز ده بالظبط يعني هو ده الفكره اللي كانت مسيطره على مختار وهو بيعمل التمثال ده هنا احنا برضو في ما زلنا في قاعه البرونز الفاترينه دي مهمه جدا لانها عباره عن 11 تمثال كانت مصر في الفترة الزمنية اللي كان مختار موجود فيها 11 مديرية فهو عمل 11 ماكيت لكل مديرية اللي هي المديرية اللي بقت محافظة اللي هي المحافظات حاليا ولم يسعفوا العمر التنفيذ للحلم بتاعه هنا بقى دي ده أستاذ مختار اللي كان بيدرسه في باريس ولا كان مدرسة فنون جميلة هنا في ضرب الجماميز في ضرب الجماميز هنا في ملحوظه مهمه ان مختار
من افضل نحاتي العالم انه يعمل بورتريه. كان عنده قدرة على انه يوجد اولا الناحية البنائية للبورتريه الاول. تحس فيه قوة في البنى نفسه، لان انا لو اهتميت بالتفاصيل قبل الكونستراكشن قبل العض هتلاقي البورتريه يطلع ملوش علاقة بالشخصية، حتى لو الفنان نقل حرفي العين والبق والمناخير مثلا. طب انا عايز اتخيل معلش، والمشاهد برضه يتخيل معايا، ده بيبقى قطعة واحدة كده مثلا مستطيلة وهو بيبدا يعمل فيها حاجات ملصقه ملصوقه، حاجات البرونز. البرونز يعني تماثيل برونز. البورتريه بالتحديد هو بيستحسن ان الفنان يعمله من خامه الطينه الاول وبعد كده يعمل قالب على الطينه بعد ما ينتهي من العمل. والقالب ده يتصب فيه بعد كده، يتعمل قالب حراري ويتصب فيه برونز. طب الحجر بقى، الحجر بيبقى مباشر كتله. احنا هنا في نوعين من النحت، نحت مباشر ونحت اللي هو على نحت الطينه الصلصال اللي كلنا نعرفها. الطينه فيها ميزه ان انا باضيف واحذف. صح. النحت المباشر كتله الحجر باحذف فقط. تحذف بس. لان مفيش مجال للاضافه، اللي بشيله ما اقدرش اعيده. مفيش حته التلزق. بيبقى هو حسب الموضوع اللي الفنان هيعمله. وده عدلي يكن طبعا عدلي سياسي يكن. مهم جدا. هنا نلاحظ شوف قوة ال البنى. هو عندي الجبهة والدقن دايما والعضلة. هو ما كانش بيقعد يدرس العضلة بالتفصيل، هو كان بيسطح العضلة. ده علي ابراهيم مؤسس كلية الدكتور علي ابراهيم مؤسس كلية الطب مؤسس كلية الطب. وده بول فيس كان معماري موجود في الفترة اللي هي النصف الأول من القرن 19 وكان صديق للدكتور. هنا بول سانتس كان استاذ المختار. شوف هنا التفاصيل، حتى المعالجة شوية فيها تأثر شوية بالستايل الاوروبي. هو كان مختار بيحب يقول لاساتذته ان انا اعرف اعمل بس هتمرن، بس انا وانا مصري هحافظ على هويتي. دي برضو فيها حاجة من الأوروبي. ده بالظبط، لأن دي على فكرة فنان كان زميل مختار في الدراسة في أول سنة، اسمه محمد حسن، وطبعا ده فنان معروف ومؤسس كلية فنون تطبيقية. ده زميله. زميل مختار أثناء الكلاس. أثناء الدراسة قعده موديل واستغله بانه يدرس عليه يعني، فعمل له التمثال النصفي. اصل انا حتى دراستي في كليه الطب بشوف الترقوه كده. الحقيقه العضلات هنا طبعا هو بيعمل حاله، يعني هي فكره احنا لما بنبص اللي حضرتك بتقول عليه ان في دراسه تشريحيه، بس انا ببص انا كنحات ببص لايه بقى؟ البوزيشن الوضعيه دي، انه ازاي هو عمل ده في المواجهه وجه البورتريه لو حرصيت وفي حركه الايد، فبقى في نظره من التامل والتحدي في نفس الوقت. يعني هو لو كان عمل الوش كان هيبقى استاتيك شويه، كانك بتتصور قدام مصور. فهو اللفته دي واللوحه الخفيفه عملت بالظبط حاله ديناميك شويه، وفي نفس الوقت ادت احساس. اصل هما دايما كانوا بيتهموا التماثيل المصريه انها استاتيك، ما هو الفرعونيه، ما هي استاتيك، يقول لك هي عامله كده على طول ما فيهاش حركه الاغريق والديناميكيه بتاعه الاغريق. ما هي دي مدرسه، ومدرسه المدرسه المصريه كانت بتعتمد على الاستاتيك في اللي اوت، انما الطاقه زي ما انا اتكلمت كانت بتبقى كامنه داخليه، وفي حركه بس حركه مدروسه، يعني هي فكرة الإيد اللي قدام والرجل اللي قدام، وأحياناً بيبص بص على صح. هو بيعمل حالة من اللي هو بالظبط زي ما يبقى في فيلم أكشن، وبيعتمد على الحاجات اللي هي تدي نوع من شوية سسبنس أو تجذب التذاكر والسينما. وفي واحد بيبتدي لك فيلم هادي جداً ويفضل طول الوقت يتصاعد بيعلى يتصاعد. هي نفس الفكرة. هنا دي ده تمثال برونز برضه. ده تمثال برونز اسمه اللقية، لما واحد بيلاقي حاجة، يعني التمثال حتى اسمه اللقية. اللقية. اتعمل في الفترة اللي اكتشف فيها مقبرة توت عنخ آمون. كان مختار من أسعد الناس باكتشاف المقبرة، لأن طبعًا كنوز جمال هوارد كارتر اكتشف المقبرة. كان العالم مصر سعيد، العالم كله كانت محط أنظار العالم، فمختار عمل احتفاءً بال دي حاجات فرعوني. ده عقد فرعوني، ده الجعران المصري،
وعمل مصر فتاة مصرية لسه في مقتبل العمر. وده ده محمود خيرت اللي كان بيعمل لمختار اوراقه وعقود شغله وحاجاته. وكان صديق لمختار وعمل له بورتريه. مهمة والتمثال ريحة ده مادته ايه بقى؟ ده حجر من الحجر. هنا مختار كان بيجسد امرأة مصرية في بتقاوم ريح الخمسين. احنا معروف ريح الخمسين عندنا في مصر عاصفة. بتبقى عاصفة رملية وعاصفة رياح وسرعة رياح كبيرة، فكانت بتحرك دايما في الارياف. المراه المصريه بتبقى في اللبس فضفاض، فلما الهواء بيضرب فبيعمل حركه اهو. ده منتهى الديناميكيه بقى، منتهى الديناميكيه. وفي نفس الوقت على فكره يعني انا حد من اصدقائي عايش في المانيا، فلقيته جاي مره زياره لمصر وجايب لي مجله المانيه بتاعه سيارات حط التمثال مختار ريح الخمسين على غلاف المجلة. ليه بقى؟ لأنها كانت بيدرسوا للطلبة اللي بيصمموا السيارات عملية احتكاك الأجسام بالهواء اللي هي الانسيابية علشان سرعة العربية تزيد. فهو ده نموذج، وكأنه دارس بالظبط الهواء ممكن يأثر فيه. النموذج للتصميم الجيد اللي هو يبقى فيه اختراق للهواء بدون مقاومة. طيب في بقى تمثال برضو شهير جدا، ده حارس الحقول، ده أيقونة من أيقونات مختار. هنا برضو الوضعيه دي وضعيه اللي هي الجنب المصري لما كان بيتعمل في الريليف. يعني دايما الحاجات اللي اتعملت نحت بارز كانت بتبقى اللي هي الوضع الجانبي للبورتريه. في هنا كلب واقف واقف يا ريت برضو ده مهم قوي، لان مش بس الناس فاكره ان حارس الحقول هو لوحده، لا ما هو دايما كان بيبقى معاه العصايه والكلب هنا ده تمثال الحزن. ده من الحجر البازلت الاسود، هنا جسد الحزن في امراه جالسه. وفي الايماء بتاعت البورتريه وحركه الايد فكره انها قافله على نفسها. التمثال اللي احنا شايفينه تمثال سعد زغلول بتاع اسكندريه. بتاع اسكندريه كان ده الماكيت بتاعه، لان زي ما قلنا ان هو كان بيدرس ال هنا نقدر نقول بقى لما بيجي مختار يعمل عمل ميداني، وده اللي احنا بنفتقده في الميادين بتاعتنا حاليا. هو مش قصور من الاكاديميات الحاليه الفنيه اللي بتدرس فن او خريجي او فناني مصر، قد ما هو المناخ العام اللي موجود في الشارع المصري او المدينه المصريه غير مهيئ. اصل السؤال ده سالته في اول حلقه من حصه قراءه وقلت الله ايه التماثيل دلوقتي اللي بتتعمل اللي بقت مدعاه للسخريه على الفيسبوك وعلى تويتر، مش عارف تماثيل عامله زي تماثيل اقزام مشوهه. اولا لسببين، ان الميادين والشارع المصري اتساب لغير المختصين يعبثوا بيه. فتلاقي مثلا رئيس حي هو بيجمل بمزاجه، يعني يدهن اي الوان، يحط اعمده كتيره جدا ومعتقد انه بيجمل، يعمل كتل ملهاش معنى، يجيب حد غير متخصص
يبقى مقاول واخد الميدان بيرصفه ولا بيعمل نافورة ولا السيراميك وسيراميك سيراميك قالك في محل عصير أصلا يبقى كأنه بالظبط. فهو هنا عدم الرجوع للجهات المختصة هو السبب. وهنا برضو نفس الكلام ده تمثال سعد زغلول في القاهرة. بس أنا في حاجة عايز أقولها هنا إن إزاي نسبة القعدة أيوة. وإطراز القعدة من الأعمدة اللي هي على هيئة زهرة البردي حزم البردي مصر القديم، وفي نفس الوقت نسبة التمثال للقعدة يعني التمثال 8 متر القعدة في حدود 13-14 متر. وضعية التمثال بالنسبة للفراغ اللي موجود فيه ان هو يبقى موجود في نهاية كبر قصر النيل وانت جاي من ميدان التحرير وبتشوفه على مسافة بعيدة جدا بشكل مستريح وكأنك انت قدامك التمثال، فهو هنا برضو كان مختار بيدرس علاقة الأحجام ببعضها وعلاقة التمثال بالفراغ والعمارة المحيطة، ودي برضو كان ان المناخ العام او نقدر نقول كان لسه البلد بكر صحيح فيقدر يفكر النسب مش اعتباطية يعني. هنا بقى برضو ناخد جولة سريعة كده عشان يعني ده ماكيت لتمثال سعد زغلول اللي هو في اسكندرية. نلاحظ حتى ان هو عمل سعد زغلول في اسكندرية لابس البلطو لانه كان التمثال وضعيته امام البحر يعني دي كانت حتة دي ان هو يفرق ما يبقاش بنفس تمثال القاهرة. هنا احنا كنا بنتكلم في الستاتيك والديناميك اللي هو الساكن والمتحرك. هو هنا هوت في نفس المصري القديم حركة الرجل يديك احساس بان في حالة ستاتيك بس في نفس الوقت في ديناميك مثلا في القبضة دي في حركة الايد في اقدام الرجل الشمال بتطلع للامام والتضاريس اللي معمولة تضاريس وتبسيطه للبلطو بدون هو عمل هنا برضو مسطحات هندسية ادت احساس بالقوة ما عملش اللي هي الحاجات الديتيلز القصر هنا وهنا في اماكن المفاصل والحاجات دي لان هو عايز يدي الاحساس الصرح ده حتى ده مثلا يعني تلاقي الخطين دول وفي خط رأسي وخطوط كلها رأسية بتدي احساس بالشموخ الخط الرأسي عموما جماله اللي بيدي احساس بالسمو غير الخط الافقي يعني كان بياخد منه وقت قد ايه التمثال؟ ما هو التمثال كان بياخد من يعني مختار مثلا عمل لهجة مصر في ثلاث سنين يعني وكان ممكن ياخد اكتر من كده وده طبعا برضو ده نموذج لرأس سعد زغلول بجزئية من الصدر وده بنت الشلال هي بنت شلال تختلف عن بنت الريف المصرية بتاعت مختار باينة في كل الحقيقة هنا مثلا ده بالضبط يعني. تحسه انه تمثال شيخ البلد اللي هو النبيل كابر في المصري في المتحف المصري اللي هو معمول من خشب الجميز نفس تركيبة الجسد مع الراس البدانة شوية والحركة وعلى فكرة الشخصية دي احنا تقريبا يعني شفناها كلنا في الريف اللي من الريف يعرف. الشخصية اللي هي فيه تركيبة للبورتريه بتلاقي الفكين بارزين وتلاقي الجمجمة فيه نقطتين يعني فيه والراس تلاقي مدببة صح. مع الإحساس ده الانتلاء اللي موجود بالجسد زوجة شيخ البلد هو هنا برضو يعني شوف قد ايه علاقة القماش بالجسد الجسد تحس القماش كأنه شفاف بتحس بتفاصيل الجسد من تحت القماش هنا مثلا يعني ممكن يكون عمل ميكس بين حلول معاصرة قوي زي الخط اللي هو خده الرأس ده وانتهى عند نقطة المرفق الكوع وده بيدي اللي احنا لسه بنقوله بيدي احساس بالسمو بالصرحية وما عملش التفاصيل برضو هنا بقى الباكيت اللي ده نموذج حاملة الجرة بس برونز اللي احنا شفناه في بداية الحلقة تمام أوصى انه يدفن
ما اوصاش هو اللي حصل ان مختار لما توفى اندفن 20 سنه في مقابر الوزير. ايوه. وبعدين جه الدوله في الفتره اللي كان فيها ثروت عكاشه وزير الثقافه لما اسره مختار حبت انها تتبرع باعماله وده يحسب الاسره مختار. طبعا كان وقتها الناقد نور الدين ابو غازي اللي هو مختار يبقى خاله لانه اتربى في كنف يعني مختار واصدقاء مختار. هو اهم مرجع لينا الحقيقه لما نرجع لمختار نرجع لكتاب بدر الدين ابو غازي. انا بتكلم على حاجه هنا مهمه، الوعي لما يبقى عند الاسره صح بيفيد الفنان وبيفيد البلد. السلوك اللي هم او المأخذ اللي اخذته اسره مختار بانها تتبرع باعمال مختار طبعا. في فنانه عظيمه وتم مال السمع والبصر ام كلثوم، شوف باللي حصل فيها ايه نتيجه ان الورثه ما عندهمش الوعي. أيوة. انهم يحافظوا على التراث. صحيح. وكثيرين فده تحسب لاسره مختار. ده هو تمثال عمله احد تلاميذه محبي وتلاميذه اسمه انطوان حجار. انطوان كان حجار. من الدفعات اللي اتخرجت يعني هو رأى رؤى العين كان معاصر لمختار. وده ده برضو اللي احنا شايفينه ده ميدالية عملها فنان برضو مصر اسمه عبد الحميد حمدي. كان موجود في الفترة برضو عصر مختار. وهنا يوسف كامل عمل لما مختار توفى عمل مجموعة من الزهور واهداها للمتحف اتحطت في المتحف. هو اعتقد من الناس اللي اصرت على ان المتحف يتعمل عياد صبري عياد وكمال الملاح واللي عامل الكلام ده النموذج رمسيس واصف. وهو راغب عياد طبعا او راغب عياد ايوه لان هو كان زميل مختار في الرعيل الاول لما دخلوا مدرسه فنون جميله سوا. دي جدارية. دي الجدارية اللي هي موجودة على قاعدة تمثال سعد زغلول في اسكندرية. اشوف قد ايه مجموعة البشر اللي موجودة قدر ان هو يعمل العلاقات بين الافراد والحركة والازرع والارجل والزعيم سعد زغلول في حالة من الاحتفاء به. ده كان بعد عودته من المنفى. وكان عاشق لسعد زغلول كما كان الشعب المصري كله. احنا هنا الماده اعتقد رخام اختلفنا دلوقتي الرخام. هو هنا بقى الطريقه اللي احنا قلنا عليها النحت المباشر بيطبق هنا. يعني دي كتله، دي كانت كتله واتنحت منها لان ده رخام حذف منها زي ما حضرتك رخام كراره. طبعا الرخام او الجرانيت او البازلت دي كلها احجار بيتم بس التعامل معاها بالحشر مش بالاضافه. الأميرة أو اللي هي لابسة الشاشة البيضة اللي بتبقى على في حاجة زي اليشمك أو فقد إيه شفافية يعني تعرف اللي هي لما حد بيلبس الحاجة الشيفون. أيوة باين قوي التفاصيل بتاعة الوش بس من ورا حاجة شفافة. أيوة صح. ده برضه مشهور قوي. ما ده من التماثيل تحس ان في مقاومه وسحب عمليه السحب تسحب. الوضعيه بتاعت التمثال اللي هو البروفيل او الناحيه الجانبيه بتلاقي فيه اللاينز لما هنشوفه من ناحيه من هنا يعني هنا بتلاقي فيه اللاينز وان دي وفيه كتله بتاعت المراه بقت تعادل كتله الجره المليئه بالماء. الجره بتمثل في فكره الـ الجره بتمثل كتير قوي من تماثيل طبعا لان هو مختار فلاحات مصر في الوقت ده ما كانش بيبقى فيه يعني تقريبا مشهد يومي الفلاحات وهم يذهبن للنهر
ده مشهد يومي. المختار اتولد في قريه ناشا المحله. هو كان في المحله واتنقل وعاش في فندق في المنصوره تقريبا الغربيه ناشا. ناشا الاول اتنقل القاهره على طول على طول كده. ايوه عاش طفولته على ضفاف النهر هو نفسه، وكان بياخد من طمي النهر. أيوة. يصنع تمثيل. هنا بقى الحاجات الشخصية بتاعة الفنان الكبير محمود مختار. والحقيقة كويس قوي ان في برضو، لان يعني نشوف ريحة مختار طبعا. مختار ده كان كرسي، عنده في الاتيلي، كان حابب الكرسي ده، وكان دايما يعني يقعد على الكرسي ده بالتحديد وبيشاهد لو هو عامل زي العرش الحقيقي. يتفرج لو هو عمل بيعمل حاجه يقعد عليه ويشوف فترات راحه، يدي لنفسه فرصه لاعاده التفكير او النظر في الحلول اللي هو عاملها، وكان بيستجم يعني في الكرسي ده. وهنا ده بالتو. هو نموذجين اتنين من من ملابس مختار، بالتو للخروج اللي كان احيانا بيلبسه في الخروج، واللي ورا بالتو الشغل كان بيلبسه اثناء الشغل. ده مهم، ده اهم من بتاع الخروج. اهم من بتاع الخروج. كان من الكتان المصري في الوقت ده، شايف قد ايه جمال الحقيقه لسه يعني. شوف جميل. لا يعني دقه النسيج وال هايل. طب دي حاجات بقى كان بيحتفظ بيها مختار. دي كان صور شخصية وبعض الكتابات اللي كتبها مختار. هو كان بيرسم مختار يعني دي رسمة مختار، لأنه أحيانا كان بيعمل حاجات كاريكاتير. وعلى فكرة دي اللي هي ده صالون باريس. ده صالون باريس أول معرض له. خد الجايزة. هو خد الجايزة في صالون باريس في بس ده أول معرض يعمله. ده أول معرض يعمله في باريس. ودي بقى صور للجداريات. وهنا برضو يوم افتتاح تمثال نهضة مرأة. دي كان أثناء زيارة لموقع العمل تفقدية يعني. كان سعد زغلول ومعاه مجموعة من الوزراء. لأن الافتتاح كان حضره الملك فؤاد على فكرة. يعني الافتتاح أنا شفت فيلم تسجيلي موجود كل تقريبا قيادات الملكية. ده يدل على احتفاء كمان الدولة، دور الدولة في الاحتفاء بالفن. أكيد. ده استقبلوه. لأنه كان أول فنان مصري، لأن كان معظم الأعمال اللي كانت بتعمل للأسرة العلوية كانوا بيستعينوا بفنانين من ايطاليا وفرنسا. كان اول حد هو استقبلوه استقبال الابطال اكيد، لان كان وهنا يا ريت حفل التأبين يعني. هنا بص حفل التأبين مختار مصطفى عبد الرازق. ده تمثال لسعد زغلول بشكل كاريكاتيري. كاريكاتيري بقى. هل سعد يعني ازاي فنان يعشق سعد زغلول وفي نفس الوقت يعمل له كاريكاتير وسعد زغلول يتقبل المساله بصدر رحب؟ بالظبط. هو هنا لان سعد زغلول مش في كل الاوقات كان بيبقى على صوابه يعني مرضيا عنه احيانا. يعني مش يعني احيانا السياسي ممكن يختلف مع ده سياسه، يبقى في راي غير صائب او يختلف الناس عليه. فمختار علشان شخصيه مختار ما كانش مداهن. فلما كان يعني مختار رفض يعمل ملك فاروق اساسا تمثال لما انطلب منه. ولما يعني ناس كتير ضغطت عليه وحب يعمله ما قدرش يكمله وكسره. لان مختار كان عنده حس وطني. وهو على فكره في الدراسه طلع في مظاهره وشد كوماندان انجليزي من ديل الحصان قلب الحصان. يعني كان عنده مختار كان معتز قوي بمصريته ووطنيته.
لانه ابن الريف المصري. لكن في المرحله دي كان مختلف هنا مع هو استاذ زغلول في الفتره دي. يعني هو هنا لاحظ التمثال عامل الودن كبيره وعامل سعد عامل فيه بيبيون لو نلاحظ والجسد عاري وبعدين فيه قماش بس يعني تقريبا مشبهه اولا انه بغندي ان هو ممكن يكون مظهريا عن للناس انه غندي بس في نفس الوقت البيبيون بتدي حاجه انجليزي حته انجليزي لا مش انجليزي حته هي حته بين ان احيانا واحد بيبقى تقدر تقول نصير الفقراء بس هو في نفس الوقت عايش حياه أرستقراطية هي دي الفكره الودن ممكن تكون رمز لانه كان احيانا بيسمع وشايات مثلا لان حركه ودن دي ما تتعملش الا اذا كان الواحد بيدي ودنه يعني لوشايه انما انا لو بدي ودني لان انا استمع لاراء واخد بيها استمع للمعارضه واستمع للي مش معارض واخد بيه ده شيء جميل ده طبيعي بس هي لما بتكبر هنا مشايه هنا برضو بقى الصور زي ما احنا شفنا كده اعتقد احنا كده الفنان طارق الكومي عملنا جولة في متحف مختار وعايز تقول كلمة اخيرة للي بيشوفونا دلوقتي كلمة اخيرة احنا بلدنا من اجمل بلاد العالم لان هو دور الفن ان يكشف مواطن الجمال في البلد وتستغل مش بس الفن عبارة عن تمثال ولوحة ومتحف المتحف هو وسيلة لتقريب الناس أو يبقى عامل مساعد إنما المتحف الكبير اللي هي بلدنا فالاستعانة بالفنان والله سياسيا ينفع كتير قوي لأن الفنان حتى للسياسي مهم جدا لأن يعني في بعض السياسيين بيستعينوا بكتاب السيناريو بيستعينوا بالفنانين انه يقدر يقول له ان قرارك ده هيبقى ليه ثلاثة سيناريو بثلاث ردود افعال مثلا الفنان نفس الموضوع ان انا لما اهتم بان يبقى فيه وعي ويبقى بلد نظيف وجاذبه للسياحه من خلال فنونها انا هيبقى عندي اقتصاد عالي جدا 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 كلام رائع 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 الفنان طارق الكومي بنتقدم له بجزيل الشكر لان فعلا اللي هيتذوق مختار لن يفجر لن يذبح لن يقتل لن يتطرب كان نفسي اجيبكم كلكم معايا الحقيقه ولازم اقدم كمان زي ما قدمت جزيل الشكر للفنان طارق الكومي مدير متحف مختار ومدير مركزه الثقافي ان انا اقدم الشكر لوزير الثقافه حلمي النمنم اللي وعدني بانه يعني هيسمح لي ويسمح للبرنامج انه يتجول في متحف الفن الحديث متحف محمود سعيد كل متاحف مصر من الأسكندرية حتى أسوان نقدر نقدم لكم هذه الصورة الجميلة لمصر وشكرا جزيلا لكم جميعا كل تمثال من اللي احنا شفناهم بيحمل بصمة مصر محمود مختار مهما راح باريس مهما أخد جوائز عالمية كان بيحمل مصر جواه وده اللي احنا حسيناه من جولتنا في متحف محمود مختار بعد ما شفنا الجولة دي هنعمل جولة تانية مع ضيفي الأستاذ الدكتور يسري أنور الحميلي ولكن جولة داخل العمود الفقري والجراحات الميكروسكوبية والملاحية والمنظار